اليوم بدنا نتعلم كيف طريقة إنشاء الـ Child Theme من الـ Theme الأساسية بالـ WordPress. أغلبيتنا بيضطر إنه يعمل Theme مخصصة يغير الألوان أو يغير النص تبع الـ يغير الخطوط، يغير ستايل، يزود وظائف إضافية لـ Theme تبع الـ WordPress. فمشان ما نضطر نعدل على ملفات الثيم الأساسية، فنحن بنروح بننشئ بسموها child theme. هي من الثيم الأساسية، بتورث كامل الخصائص تبع الثيم بالإضافة للوظائف اللي نحن راح نضيفها جديد لها. طريقة إنشاء child theme طريقة كثير سهلة، راح نشوفها هلا كيف راح نعملها. هلا هون عندنا نحن فاتحين ملفات المشروع اللي نحن عم نشتغل عليه، اللي هو اسمه ووردبريس. في عنا ضمن مجلد ال WP Content في عنا هون مجلد Themes، وتحته في عنا هاي الثيم اللي اسمها Ocean WP، وها هي Ocean WP، هي هاي الثيم الأساسية اللي أعطيتنا هذا الستايل. هلأ لحتى ننشئ Child Theme، نحن بيلزمنا ننشئ مجلد بقلب الـ themes، راح نسميه my child theme. أي اسم بيشتغل معنا هون، المهم اسم أنت تعرفه. وهذا المجلد بيحتاج ملفين أساسيات. أول ملف اسمه style.css، الملف الثاني اسمه functions.php، مو function، functions. تمام، هلا انشأنا هدول الملفين، رح نشوف شو بيطلع لنا بالداشبورد اذا عملنا ريفرش هون. هلا اعطانا هوني انه تعرف على child theme، بس لازم له معلومات بقلب ال style.css. هدول المعلومات هو بيستعملهم ليتعرف على انه شو اسم، شو هي الثيم الاب يلي بده يورث منها الخصائص. فأنا مجهز هون النص على جنب، راح أخذه وحطه هون ملف ال CSS. هلأ هدول ال property أو هدول الأسماء، هدول اللي راح يلزمونا. أول شي شو اسم ال theme أو ال child theme اللي أنت بدك تسويها، فيك تسميها شو ما بدك. هون أنا حطيتها my child theme. ال theme URL، هون بتحط ال URL تبعك تبع الموقع تبعك. هون تحت في عنا شيء اسمه description، توصف الثيم تبعك، شو هي الثيم، شو بتشتغل، مين اللي عامل، انت شو اسمك او شو اسم الشركة اللي بتشتغل فيها. بتحط اسم الشركة هون، هي كمان العنوان. التمبلت هون اهم شيء، هذا التمبلت اذا غيرت فيه اي شيء فما بيعود يشتغل معك، يعني هذا لازم يكون نفس اسم الثيم الاساسية، نفس هذا المجلد لازم يكون هون. والفيرجن فيك تحط الفيرجن اللي بدك اياه. متى ما ضفنا هدول على ال style.css راح يطلع عنا، راح تبين عنا هون فورا، بينت عنا هون هذا الاسم تبع الثيم تبعنا. اذا كبسنا عليها هيك، هون لازم يكون في صورة، هلا بنتعلم شلون بنحط الصورة. وهون المعلومات اللي ضفناها، هلا راح نعملها activate. فينا هلا صرنا نفعلها، صارت مثل الثيم نظامية، وهلا بتتفعل عنا. ولازم بس نفعل هاي الثيم، لازم ما يتغير عنا شيء ابدا بالفرونت اند. فهلا هون اذا عملنا ريفرش لازم ما يتغير عنا شيء ابدا، وفعلا ما تغير شيء، اخذ نفس الخصائص تبع الثيم الاساسي واعطانا اياه هون. تمام، هلا هيك بنكون احنا خلصنا انه بناء تشايلد ثيم. صفى انت انه شو حاب تضيف خصائص، مثلا اذا حبيت تضيف ستايلات او شيء. مثلا انا اذا بنعطي ستايل لكل شيء، لكل شيء، انه باك جراوند مثلا راح نعطيه ريد. تمام، هلا اذا جينا نشوفه ما في شيء يتفعل، ما ظهر عندنا شيء منه. هلا اذا كتبت انت سي اس اس هون لازم تمام، هيك صار أزبط، background red. وهلا بنجرب مرة ثانية.
لازم ما يعطي نتيجة هون، لأنه هلأ لسه ما في ربط بين هذا ملف الملف الستايل يلي موجود ضمن مجلد تشايلد ثيم، لسه ما في ربط بيناتهم. فهلأ وظيفة الفانكشنز دوت بي اتش بي أنه تربط هذا الملف. هون في عنا فانكشن مخصصة لهذا الشيء. فينا نعمل أول شيء، نحن بيلزمنا نفتح ال بي اتش بي ونكتب الكود تبعنا. هلا عندنا هاي الفانكشن اسمها ثيم ستايل، وهون راح نضيف هذا الملف. هذا بيعطينا الامتداد او الباث لهون لعند هذا المجلد. وبعد هذا المجلد نحن بدنا الستايل دوت سي اس اس، هذا بيطبع لنا الباث من عند اول مجلد من ووردبريس، دبليو بي كونتنت ثيم تشايلد ثيم، وبعدين ستايل سي اس اس. هلا كيف نحن هاي الفانكشن بدنا نخليها تشتغل؟ في عنا اكشن معينه نحن بنضيفها مشان تشتغل هاي الفانكشن. هاي الاكشن نحن بنضيفها اد اكشن، وبنحط هاي موجوده بالووردبريس بالاساس تبع الووردبريس، وهوني بنحط اسم الفانكشن تبعيتنا يلي هي هاي. هلا لازم مع هاي لازم هلا اذا عملنا ريفرش نشوف النتيجه هون. تمام، هلا صار اي شيء بالصفحه، صار باك جراوند ريد، صار احمر. بنرجع بنمسح بنجرب مش الحال. هيك صار عندنا انه ستايل مخصص للتشايلد ثيم، ما في داعي ابدا نعدل هون، ما في داعي ابدا نعدل هوني بالثيم الاساسي، بهذا الثيم الاساسي. صار في عنا ملف خاص فينا نعدل فيه شو ما بدنا. تمام، هلا في شغله تانية حاب اني احكي عنها. اذا حابين نحن مثلا نضيف جافا سكريبت، كمان احيانا مضطر انه نكتب جافا سكريبت مو بس سي اس اس. ففي عندنا كود، اول شيء راح نعمل مجلد راح نسميه جي اس، وهذا الجي اس راح نحط مثلا كاستوم دوت جي اس. هون صار عندنا جافا سكريبت فايل هوني. هلا بدنا نحط هون كمان فانكشن معينه خليها تقرا الكود. هاي الفانكشن بتخليه ينضاف السكريبت تبعنا. هون اسم السكريبت هو child custom script، ونفس الشيء هاي نفس هاي الفانكشن بتجيب لنا الباث او ال URL اللينك تبع ال child theme، راح نحطه بال JS هذا المجلد اللي احنا سويناه. وبعدين نحن حطينا في عنا هون كلمة array jQuery، يعني هذا راح يتنفذ بعد ما الجي كويري يشتغل، بعد ما ينعمل له implementation بقلب الصفحة. كمان حطينا الفيرجن 1 وهون ترو مشان يكون تحت بالفوتر. بتعرفوا انه جافا سكريبت هو لازم يكون دائما بالفوتر، بعض الاحيان بنحطه بالهيدر فوق بس اغلب الاحيان لازم يكون بالفوتر. فهلا نحن هون اذا كتبنا جافا سكريبت لازم يبين معنا بالصفحة. راح نكتب console.log ونحط شو ما كان. هلا هون اذا فتحنا انسبكت ونعطيني ريفرش بينت هون، ف يعتبر هيك انه نحن الكود تبعنا شغال. هون صار فينا نكتب جافا سكريبت شو ما بدنا. فهلا كتبنا اول فانكشن بال functions.php. هلا في شغله اخيره حلوه الواحد يسويها، هي انك تغير اللوجو تبع الووردبريس. هذا اللوجو في كتير ناس ما بتحب تشوفه، فهون نحن في عنا في فانكشن مجهزه من الووردبريس بيخليك تغير هذا اللوجو، وهو هيك عن هاي الطريقه. راح في فانكشن كامله انا جهزتها، هاي الفانكشن
هاي الفانكشن، وفي عنا هوك بيشغل هاي الفانكشن. إذا ما حدا مشتغل بالهوك قبل بمرة ما في مشكلة، ينسخ ويلصق الكود. هلأ مبدئيا راح نحكي درس كامل عن الهوك، الاد اكشن والاد فلتر والابلاي اكشن، وفي اكثر من شغلة، فهدولي بدهم درس لحالهم او اكثر من درس طبعا. بس مبدئيا انت بس بتنسخ، يعني دائما بتنسخ الاد اكشن مع الفانكشن يلي موجودة هون، change logo login logo، هذا هو لازم يكون نفس الاسم. فنحن بننسخ هذول كلياتهم وبنزتهم ملف اسمه functions.php. هلا هذا الكود شو عم يعمل؟ بغض النظر شو هاي بتعمل، هاي بس انه بتشغل الفانكشن بلحظة معينة. فهون عم يروح يشوف ال عم يشوف الستايل تبع الصفحة، عم يجي لهون عم يشوف الستايل تبع هاي، وعم يروح يبدل الباك جراوند تبع ال عم يروح يبدل هاي الباك جراوند بالصورة اللي احنا حطيناها جديد، هي هاي. هلا اذا عملت انا ريفرش لازم تتغير الصورة. تمام، تغير الصورة باللوجو اللي بدنا اياه. منين جبنا هذا اللوجو؟ جبناه من جوا، فينا نجيب اي لوجو. مثلا اذا فتنا هون على الميديا فينا نختار شو ما كان، تعال ناخذ هاي. هلا اذا بنعمل لوج اوت طلع لنا اللوجو الجديد، حلو انه كمان عم يتحرك. هيك بنكون يعني هيك بنكون انشأنا تشايلد ثيم. ايه في شغلة كمان اخيرة صاير نسينا نحكيها، هو انه مثلا هاي الثيم لازم صورة هون. شلون بنضيف هاي الصورة هون للتشايلد ثيم؟ فينا نضيف الصورة. أنا جهزت الصورة، الصورة لها أبعاد معينة لتكون مناسبة متناسبة مع ش... مع ال مع الشايلد ثيم. فنحن فأنا جهزتها، هون بقلب المجلد بنضيفها. أهم شيء إنه يكون الاسم سكرين شوت، ما نختلف على اللاحقة، بس إنه سكرين شوت وضيفها هون. الأبعاد تبعها أتوقع إذا طلع جيت إنفو ألف وميتين بتسعمية. إذا كانت 1200 بتسعمية راح تعطيك صورة كتير منيحة. تمام، هيك صارت عندنا الصورة تبع الشايلد ثيم كتير مناسبة، فيك تحط الصورة اللي بدك إياها. وهيك صار عندنا تشايلد ثيم، بنعدل عليها شو ما بدنا، وفيك تستعمل هاي كمان.